من نقاط المفاوضات لا تزال عالقة، وأذكر أن إسرائيل سترد على المطالب والمقترحات المصرية في مطلع الأسبوع المقبل. جولة بلينكين 11 في مسيرة جولاته التي انقضت إلى أي حد يمكن أن تكون فارقة، هل يحمل شيء جديد هذه المرة؟ أناقش هذا الموضوع من واشنطن مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن دكتورة هبة القدسي. دكتورة هبة أهلا بيكي. من عمان أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المؤمني. دكتور حسن أهلا بيك. أبدأ مع دكتورة هبة، هل يحمل الرجل الجديد؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك شيء يحمله بلينكين إلى المنطقة فيما يتعلق بغزة يحدث انفراجة ما بشكل أو بآخر؟ أولا زيارة هذه الزيارة لأنتوني بلينكين هو يحمل ثلاثة ملفات، ما يتعلق بغزة، ما يتعلق بالجبهة الإسرائيلية مع جنوب لبنان، وما يتعلق بالضربة الإسرائيلية المرتقبة إلى إيران. لكن الجديد، لا يمكن تخيل أن بلينكين في هذه الزيارة يمكن أن يحقق اختراقا أو إنجازا ما بعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة التي عقدتها إدارة بايدن مع الطرف الإسرائيلي ومع الأطراف الإقليمية، وأيضا مع بصورة غير مباشرة مع حركة حماس. بالنسبة لقطاع غزة، هو بالفعل رفع عدة أهداف في هذه الزيارة، ما يتعلق بزيادة المساعدات الإنسانية، مناقشة ملف إطلاق سراح الرهائن، وأيضا ما يتعلق باليوم التالي بعد انتهاء الصراع. لكن أولا لا يبدو أن هناك شهية لدى إسرائيل بإنهاء الصراع، ولا يبدو أن حماس أيضا لديها شهية لإنهاء هذا الصراع. من حيث المساعدات الإنسانية، مطالب واشنطن لإسرائيل والتلويح بوقف مؤقت لوقف للمساعدات العسكرية لإسرائيل، من واقع أن القانون الأمريكي يحظر تقديم مساعدات العسكرية في وقت تقوم فيه دولة ما بحظر المساعدات الإنسانية، لكن هذا التحذير ينطلق من مجرد زر الرمادي في العيون، لأنه أعطى إسرائيل فرصة 30 يوما. دكتورة هبة اسمحي لي، لأنه أنا معي أنت والدكتور حسن، اسمحوا لي، معي رفاه السعد مفادتنا إلى القدس وأخبار عن مليون إسرائيلي يدخلون الملاجئ بسبب هذه المسيرات التي تتحرك في الشمال الإسرائيلي. رفاه تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المسيرة التي تتحرك بهذه الأريحية في سماء المستوطنات الإسرائيلية الشمالية. إليك رفاه. بالفعل محمود، يعني أكثر من دعنا نقول نصف ساعة من الآن وصفارات الإنذار لن تتوقف، يعني بشكل مستمر ومتواصل، ودعنا نقول أكثر من 100 بلدة ومستوطنة دوت فيها صفارات الإنذار، أكثر من مليون إسرائيلي دخل الملاجئ بسبب مسيرة اخترقت الأجواء ولا تزال تحوم ووصلت عمق 70 كيلومتر، يعني نتحدث 70 كيلومتر إنها وصلت وسط إسرائيل، ولا تزال صفارات الإنذار تدوي ولم يتم اعتراضها، ولا تزال الأخبار مجهولة عنها. حتى الجيش الإسرائيلي لغاية الآن لم يعلن أي تحديث، يعني صفارات الإنذار دوت بكل شمال إسرائيل، بكل المستوطنات، حيفا، عكا، نهرية، أغلب المناطق في الشمال الإسرائيلي دوت فيها صفارات الإنذار، وبالفعل نتحدث عن أكثر حتى من مليون، يعني لأنها لا تزال صفارات الإنذار تدوي، دخلوا الملاجئ أو منهم من اختبأ في المنازل التي تحتوي على ملاجئ أصلا في مساكنهم. يعني هي مسيرة لحزب الله، يعني حسم الأمر أنها مسيرة لحزب الله تحوم بهذه الأريحية في سماء المستوطنات دون قدرة الجيش الإسرائيلي على إسقاطها أو التعامل معها. صحيح، بما أنها دخلت من شمال إسرائيل، يعني دائما عندما تدخل من العراق تدوي صفارات الإنذار في الجولان أولا لأنها تأتي من الشرق، لكن بالفعل أنها دوت من شمال إسرائيل وتحديدا حيفا، عكا، وهذه المناطق، ولا تزال صفارات الإنذار. وهناك بعض الفيديوهات بدأت تنتشر على مواقع التواصل، يعني الناس ترصدها من منطقة إلى منطقة ويتم تصويرها في الهواء،
ولا تزال لم يتم اعتراضها. نعم، يعني كنا نشير قبل قليل نصف ساعة الآن يعني هذا حدث عسكري، أكيد هناك خبراء عسكريون سيحللون قدرة هذه المسيرة على عدم رصدها أو التعامل معها بالدفاعات الجوية الإسرائيلية أو بالقبة الحديدية أو مقلع داود أو غيرها مما يملكه الإسرائيليون، وهم يملكون الكثير يعني، ولكنها حتى الآن هذه الطائرة الخارقة للعادة التي نصف ساعة الآن تحوم بهذه تفضلي رفا، يعني نحن أمام حدث عسكري ليس سهلا يعني. يعني المسيرات أصبحت هاجس أمني مخيف بالنسبة لكل الإسرائيليين، يعني لغاية الآن يتحدثون عن المسيرة التي استهدفت منزل نتنياهو، لغاية الآن يتحدثون عن المسيرة التي استهدفت قاعدة بنيامينة وخلفت يعني عشرات الجرحى وأيضا أربعة قتلى. فعلا المسيرات أصبحت هاجس لا يستطيع الرادار رصدها بسبب يعني تحليقها المنخفض بسبب سرعتها، رغم أن يوم أمس كان هناك حديث وتقديرات عسكرية أنه سيتم تفعيل صفارات الإنذار منذ بداية رصدها ولغاية دخولها الأراضي الإسرائيلية، وأيضا ستدوي صفارات الإنذار بكل المناطق التي تحتوي قواعد عسكرية، منشآت حيوية ومناطق مكتظة بالسكان في محاولة منهم لمنع أن تكون هناك إصابات أو استهدافات مباشرة. لكن بالفعل اليوم يعني ما شاهدناه هو صفارات الإنذار شيء يعني لا يصدق. يعني مسيرة واحدة رفا أدخلت مليون أو مليون ونصف إسرائيلي من عدد 4 مليون أو 5 مليون في الملاجئ، نحن أمام حدث كبير. مسيرة واحدة فقط أدخلت مليون ونصف إسرائيلي إلى الملاجئ، وبالتالي هذا حدث كبير. مسيرة واحدة فقط أوقفت هذه التكنولوجيا التي يملكها الإسرائيليون عن إدراك ماهية هذه المسيرة التي تحوم لنصف ساعة الآن في سماء إسرائيل. لسنا أمام حدث بسيط، نحن أمام حدث ربما يكتشف خبراء العسكريين أن هذه المسيرة لديها دائرة مغناطيسية من طراز خاص تستطيع أن تحدث شوشرة على الرادارات التي تستقبلها. ربما هناك تطور ما في تقنية صناعة المسيرات يكتشفه الخبراء بعد ذلك. إذن نحن نرصد هذا الحدث، لا نملك حقيقته بشكل أو بآخر، لكن على الأقل رفاه السعد موجودة في القدس واستطاعت أن ترصد لنا بين الحين والآخر. نحن ربما نكون أمام زاوية أخرى لهذه المسيرة. يعني محمود تفضلي رفا تفضلي. اليوم كان الحديث عن 3 مروحيات يعني لم تحاول إسقاط أو استهداف الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل بنيامين نتنياهو اليوم، لأنه الجيش يعني سمح بالإفراج أو أفرج عن الفيديو الذي استهدف جدار أو غرفة نوم نتنياهو. فلذلك كان الحديث أيضا أن ذاك الوقت كانت هناك 3 مروحيات تحاول استهداف هذه المسيرة لكنها لم تستطع. كان حديث يعني خبراء عسكريين اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدثون أن الجيش لابد أن يحاول للوصول أي تكنولوجيا حتى وإن كانت تقليدية أو بدائية أو قديمة، لكن يجب يعني كان هناك بالفعل ضغط عسكري أنه يجب حل مشكلة هذه المسيرات. حتى هناك كانت دعوات يعني وهذه طبعا مستمرة منذ بداية استهداف قاعدة جولاني بنيامينة لغاية الآن أنه يجب استهداف مصانع المسيرات لدى أي جماعات مسلحة أيضا خاصة حزب الله، طبعا نتحدث هنا استهداف المصانع استهداف المخازن المسيرات حتى يعني لا تشكل خطرا بعد على إسرائيل، لأنها بالفعل هي الهاجس الأمني أكثر من الصواريخ التي نشهدها يوميا بالعشرات، لأن هذه الصواريخ هناك يعني القبة الحديدية مقلاع داود والسهم والصواريخ الاعتراضية كلها تستطيع إسقاطها، يعني نتحدث يوميا عن عشرات الصواريخ التي تسقط في الهواء تسقط في مناطق مكشوفة أو أن يتم تدميرها في الهواء مباشرة ونشاهد الدخان الأبيض في السماء عند تفجيرها. نعم. لذلك يعني الصواريخ صارت يعني أهون من المسيرات، أسهل في اصطيادها وفي التصدي لها، ولكن المسيرات يعني كما قالت رفاء المسيرة التي استهدفت استراحة ومنزل وغرفة نوم نتنياهو
كانت يعني محاولة التعامل معها من 3 مروحيات وفشلت واستهدف فعلا المقر، وبالتالي أيضا نحن أمام حدث لا ندري المهمة التي أوكلت إلى هذه الطائرة التي تحلق بهذه الأريحية في سماء إسرائيل لمدة نصف ساعة حتى الآن، ودخل الإسرائيليون الملاجئ 1.5 مليون إسرائيلي. الآن المروحيات العسكرية، الإسرائيلية أيضا بدأت تطارد المسيرة. لا نعلم ماذا ممكن في الدقائق القادمة أن يكون، إذا سيتم استهدافها أو يتم اسقاطها أو اعتراضها. طبعا أكيد سنوافيكم بما يحدث يعني لحظة بلحظة على الهواء مباشرة وفي أي دقيقة. لغاية الآن وصلنا إلى 35 دقيقة محمود، ولا تزال المروحية مطاردة من المسيرة مطاردة من قبل المروحيات العسكرية الإسرائيلية. ويفشل في رصدها أو في إسقاطها لغاية الآن. 35 دقيقة وعدت. أنا يعني كل دقيقة يعني وأنا بتحدث معك بدخل الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، لأنه بالعادة يعني يكون هناك تحديثات مستمرة حول صفارات الإنذار وحول الاعتراض أو الإسقاط. لغاية الآن لم يصدر أي بيان من الجيش سوى أنه يتحدث عن صفارات الإنذار وأن هناك مسيرة في الأجواء، لكنه لم يتحدث لغاية الآن عن إسقاطها أو اعتراضها أو أي شيء آخر. وما زالوا في الملاجئ. الحديث عن المروحيات العسكرية تلاحق هذه المسيرة. وما زالوا في الملاجئ 1 مليون أو 1 مليون وأكثر. هذه صور المروحيات. نتحدث عن أكثر من 100 بلدة ومستوطنة. يعني أنا بس أريد للدكتور حسن مؤمن والدكتور هبة القدسي يعذروني قليلا في هذا الحدث. تفضلي رفع. الجيش يقول أنه لا تزال صفارات الإنذار مستمرة في أكثر من مناطق، ولغاية الآن هناك طائرة مسيرة معادية تتجول في الأجواء، نحاول التعقب واعتراضها، ويتطلب الأمر من الجمهور اتباع الإرشادات المدنية، والجبهة الداخلية ستوافيكم بالتفاصيل لاحقا، لكن عليهم الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والالتزام في الملاجئ. هذا آخر بيان وآخر تحديث للجيش قبل قليل. هذا بيان شديد الأهمية رفع. هذا بيان شديد الأهمية. الجيش الإسرائيلي يعترف بأنها طائرة معادية تحوم منذ نصف ساعة الآن 35، هنعدي 35. هذه المروحيات التي تظهر على يمين الشاشة هي تطارد هذه المسيرة وتفشل في إسقاطها والتعامل معها. نحن أمام حدث ليس بسيطا، معقدا، وتطلق النار أيضا ما بين الحين والآخر، واضح على هذه المسيرة، لكنها هذه المسيرة ضمن تفسيرات الذين يعرفون جيدا في مسائل صناعة الصواريخ أنها تحمل دائرة مغناطيسية تستطيع أن تبعدها بشكل أو بآخر عن أي هدف. هل هي في مهمة استطلاعية أم في النهاية سنكتشف أنها استهدفت أحد الأهداف المراد استهدافها؟ لكن الآن كما قالت رفع بأن البيان الذي صدر من الجيش الإسرائيلي يؤكد أنها طائرة معادية، ويؤكد ضمنيا أنه يفشل في التعامل معها، وأن هذه المسيرة ما زالت تحوم بهذه الأريحية في سماء إسرائيل في المستوطنات الشمالية، وأنها ليست المسيرة الأولى، وأن بيت وغرفة نووي نتنياهو استهدف أيضا بمسيرة، وأن هذه المروحيات التي تظهر على شاشتنا هي تطارد هذه المسيرة وتفشل في إسقاطها. وصلنا 40 دقيقة الآن رفع. صحيح، ونحن نتحدث عن يعني دخلت 70 كيلو أو أكثر لغاية الآن، يعني نتحدث عن وسط إسرائيل، نتحدث عن إسرائيل الكبرى تل أبيب. 70 كيلومتر يعني اخترقت من جنوب لبنان إلى وسط إسرائيل. من جنوب لبنان إلى إسرائيل 70 كيلو 80 كيلو. تل أبيب 100 كيلو أو 110 من جنوب لبنان، يعني ممكن 20 كيلو تصل إلى تل أبيب. صحيح. احنا تحدثنا قبل تقريبا نصف ساعة، قلنا 10 دقائق من الآن قلنا أنها قطعت 70 كيلومتر، وهاي نحن نصل إلى 40 دقيقة تقريبا. إذا وصلت يعني ممكن تكون فوق تل أبيب الآن هذه المسيرة. لا لازلت أتابع المواقع الرسمية للجيش وللمتحدثين باسم الجيش، لا تزال هناك أي تحديثات بشأن المسيرة، وهذا يعني أنها لا تزال تحوم في الأجواء
ولا يزال الناس في الملاجئ، ولا يزال الوضع على ما هو عليه، والمروحيات العسكرية يعني المواطن سيبدأ في المقارنة رفاه، يعني بمعنى أنه مثلا هذا الكم من المتفجرات التي ألقيت على لبنان لم يدخل اللبنانيون الملاجئ مثلا يعني، وفي نفس الوقت هذه المسيرة الصغيرة التي لا تكلف $1,000 $2,000 صناعتها ممكن أدخلت 1.5 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ. القضية محمود، دعني أنوه إلى شغلة مهمة أنا فضل. يعني انتبهت عليها في خلال التجوال بحيفا وحتى هنا، يعني الإسرائيليين يحافظون على حياتهم بشكل غير طبيعي، ما أن تدوي صفارات الإنذار إلا والكل يبحث عن أي ملجأ، يخافون يعني ليس يحافظون على... رفاه يخافون، نعم يحافظون على حياتهم بشكل طبيعي مش طبيعي يعني يعني ممكن نحن كصحفيين أو حتى كعرب يعني نلجأ إلى كاميرات التليفون للتصوير ونقف وسط الشارع نصور. لك لست خائفة، أنت تؤدي مهمة وكلت إليها، لكن هو يهرب إلى الملجأ لأنه خائف، يعني هو في فرق كبير جدا في الإحساس بالتأكيد، لكن بالفعل يعني يتبعون يعني يتبعون الإجراءات، الجبهة الداخلية يتبعون البيانات بشكل يعني بشكل حرفي، يعني عندما تدوي صفارات الإنذار بالفعل الكل يذهب إلى الملاجئ، لن يتهاون أحد. نعم يعني وأيضا نشاهدهم عندما يكونوا في السيارات.